المقامات العربية. مقام الحجاز. يعد مقام الحجاز من المقامات العربية التي يدخل في تركيبها ثلاثة أبعاد النغمة، ويحتوي على نصف بعد وبعد كامل وبعد ونصف بعد وثلاثة أرباع البعد. ودرجة ركوز مقام الحجاز هي الدوكة. ودليل مقام الحجاز سينس بمول مي بمول فاديز. ويتكون مقام الحجاز من جنس جذع حجاز على الدوكة وجنس فرع بياتي على الحسيني. ونوع الجمع في مقام الحجاز جمع منفصل. وأسماء النغمات الشرقية دوكة كرد حجاز نوى حسيني أور كردان محير.